نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. استشهاد 12 ضابطا ومجندا في هجوم إرهابي على كمين بسيناء. مجلس الوزراء يعلن أسبوع طوارئ للانتهاء من الملفات الشائكة. من الأطباء إلى الحكومة ومجلس النواب عايزين محاليل. رحيل فاروق شوشة المهموم بلغتنا الجميلة. بوتين يصادق على بقاء قواته بسوريا لأجل غير مسمى. علي عبد الله صالح والحوثي يهاجمان السعودية بذكرى 14 من أكتوبر. بعد فضيحة الانفجارات، جالاكسي نوت 7 سيتحول إلى خردة. صينية هاجمها نمر تلجأ للقضاء. ومجد الجلادي يكتب عيب والله العظيم. ومن العناوين إلى التفاصيل، العميد محمد سمير المتحدث العسكري قال أن مجموعة مسلحة من العناصر الإرهابية هاجمت صباح اليوم إحدى نقاط التأمين بشمال سيناء مستخدمة عربات الدفع الرباعي، وتم الاشتباك معهم وتمكنت عناصر القوات المسلحة من قتل 15 إرهابيا، كما أسفرت عن استشهاد 12 من القوات المسلحة. وقالت المصادر أن الحادث يعد الأول من نوعه بوسط سيناء التي تتمتع بدرجة أمنية عالية. ولمزيد من التحليل ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ مصباح قطب، مستشار القسم الاقتصادي بالمصري اليوم. أستاذ مصباح أهلا بك معنا في هذه النشرة. أهلا وسهلا. إذن هناك من يتحدث ويربط بين دعوات التظاهر التي يعني يدعو إليها بعض الأفراد وخاصة على السوشيال ميديا في نوفمبر والعودة مرة أخرى لعمليات الإرهاب في سيناء، خاصة أنها هذه المرة وقعت في وسط سيناء تحديدا. كيف تقرأ هذه القضية؟ يعني لا أعتقد أن السببية واضحة كده. صحيح في أجواء بيتم فيها التسخين الجماعات الإرهابية اللي موجودة في مصر وحلفائها من الإخوان المسلمين وغيرهم والداعمين لهم في بلد زي قطر وكذا، يعني بيدوروا على الحتة اللي إيه أنت عارفة اللي توجع، فهم شايفين أنه في وسط الأزمات الاقتصادية الصعبة اللي فيها مصر دلوقتي والصعوبات اللي بيعانيها الناس العاديين والمحدود الدخل واللي عايشين في العشوائيات والأماكن الفقيرة في مصر، إنه ده جو مناسب أو إن احنا نسخن ونضغط في الحكاية دي لعلهم يطلعوا يولعوا في البلد يعملوا أي شعليلة يبقى كسبنا حاجة يعني. لكن العملية دي أنا يمكن بربطها أكتر بالموقف اللي خدته مصر الحقيقة في المجلس الأمن يعني، وظني أن الداعمين للإرهابي سيناء بالتحديد يعني كانوا عايزين يعني يشفغلوا لهم من هذا الموقف المصري النزيه والشريف واللي اشتغل لصالح مصر والأمة العربية ولصالح سلامة سوريا وشعبها قبل أي اعتبار تاني زي يمكن ما كان السيسي بيقول امبارح. لكن في الآخر وفي الأول يعني الشهداء ما بياخدوش لايكات كتير زي التهريج اللي حاصل يعني، لكن احنا بندعي لهم وبنبوس ايدين كل ام وربت وعملت زي ما الرئيس عمل مع ام الشهيد امس. المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اعلن ان الحكومه ستنتهي قريبا من اعداد تعديلات قانون الاستثمار، وذلك لتهيئه المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات المحليه والاجنبيه، فيما يتراس اسماعيل اجتماعين لمجلس الوزراء والمحافظين لمناقشه عدد من الملفات الشائكه ابرزها توافر السلع التموينيه الرئيسيه وتكوين احتياطي استراتيجي منها لمده 6 اشهر، الى جانب تكثيف الرقابه على الاسواق ومنع الممارسات الاحتكاريه. أستاذ مصباح، برأيك هل ينجح قانون الاستثمار في هذه المرة في تحطيم القيود البيروقراطية التي تفرض على المستثمرين؟ والله أولا أنا بقول يا رب، لأنه طبعا اللي احنا الهوجة اللي عملناها خلال تعديله قبيل مؤتمر شرم الشيخ بيوم 1 مارس 2015 كانت مديانا كده إحساس أنه القانون ده هيطلع من هنا وعشرات المليارات هتتدفق وتتبين بعد ذلك لاحقا انه كان مليان بالعوار، ويمكن زي ما الدكتور زياد بهاء الدين وصفه ويمكن مؤخرا في اكثر من محفل عام وانا حتى مش بقول نميمه انه واحد من اسوأ القوانين اللي اتعملت للنشاط الاقتصادي في مصر. لكن برضه يمكن طبقا لزياد واخرين وحتى بعض الاطراف الحكوميه نفسها باتت على قناعه انه الفكره حتى مش انك تعمل قانون واحد جيد للاستثمار، لكن الاطار التشريعي الحاكم للنشاط الاقتصادي كله على بعضه محتاج عين واحده تبص عليه، ومن هنا اهميه يعني احياء مبادره اراده اللي كانت
مهتمة بتنقية التشريعات بالنظر إلى التشريعات الاقتصادية وتنقيتها وتطويرها. وبعدين في قوانين ذات أولوية زي قانون الشركات الموحد وقانون المحل العامة وقانون المناصات والمزادات. وبالصدفة زي ما قال برضو زياد الحقيقة أن كلها منها نسخ شبه كاملة موجودة في أدراج الوزارات، علينا فقط أن نفتحها ونشتغل عليها. لكن بما أنه السيد رئيس الوزراء تحدث عن قانون الاستثمار وحده، آمل أولا أن يصدر بسرعة، لأن بقى لنا مدة طويلة بنقول فيه، وأنه المبدأ المهم جدا اللي أخذ على القانون اللي طلع ده اللي هو إدماج الرقابي في التنفيذي يجب أن يتم التخلص منه في التعديل اللي جاي، بحيث يبقى دور الهيئة كجهة تنفيذية بتطلع تراخيص غير دور من يراقب هذه العملية. سامح شكري وزير الخارجية استعرض مع وزير خارجية النمسا سيباستيان كورتس في إطار زيارته لفيينا لافتتاح منتدى الأعمال المصري النمساوي، استعرض مجمل تطورات الأوضاع في مصر، وأشاد شكري بتخفيف النمسا إرشادات السفر الخاصة بمصر، وتناول اللقاء سبل مكافحة الإرهاب في سوريا وليبيا، فيما أشار وزير الخارجية النمساوي إلى وجود ما يقرب من 600 شركة نمساوية تتطلع لزيادة الاستثمارات بمصر. المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة أعلن عن زيارة وفد تجاري بلجيكي إلى القاهرة مطلع العام المقبل بهدف دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين ودراسة فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات البلجيكية في السوق المصرية. وتناول قبيل خلال جلسة مباحثات مع سفيرة بلجيكا بالقاهرة سيبيل دوكارتيي أهمية توسيع حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحا أن الحكومة خطت خطوات كبيرة بشأن الاستثمارات المحلية والأجنبية. أستاذ مصباح، يعني كثيرا ما تتحدث الحكومة عن استثمارات عربية وأجنبية، لكن الشارع والمواطن البسيط لا يشعر بذلك، برأيك ما السبب في هذه الفجوة؟ يعني في نقطتين. الأول في موضوع أن الحكومة بتتحدث عن الاستثمار، والحقيقة حتى احنا كصحفيين وإعلاميين أحيانا برضو ما يعني نكتب كلام ملوش معنى الحقيقة. كل ما يبقى في لقاء بين وزير وضيف أجنبي من النمسا، من نيجيريا، من روسيا، من اليابان، من امريكا، يقول لك انه امريكا حريصه جدا على الاستثمار ومستثمريها هيموتوا شوقا الى الاستثمار في مصر. ما فيش خطاب عقلاني. حتى احنا لما بنقابل مستثمرين اجانب لازم كصحفي واعلامي ابقى حريص ان انا اساله ايه العقبات من وجهه نظرك اللي شايفها انت بتخليكش تيجي، او ايه العقبات اللي ما تخليكش وانت موجود ما بتطورش شغلك اكتر. وبدوري برضو أطرح عليه يعني ما يرى مجتمعنا أو حكومتنا أو قوانيننا من مخالفات أو حاجات بيعملها المستثمر الأجنبي ما هياش مرغوبة فيه. في كل الحالات أنا بظن أنه الفكرة أنه الناس بتشعر وما تشعرش، زي ما تقال مليون مرة، أنه الأهم من أي حاجة من المستثمرين الأجانب أن يتحمس المستثمر المحلي الصغير قبل الكبير للعمل في بلاده، وهو ده اللي هيجيب استثمار. واهم من ان احنا نتكلم مع الكبار ان احنا نبسط ونيسر للمشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر جبال العقبات اللي بتواجهها وعمليات الابتزاز اللي بتمارسها احيانا مره شرطه المرافق على المحليات على غيره لحد ما بتعقد الناس في عيشتها. يعني هو ده، يعني هذا التيسير هو اللي هيخلي كل مواطن مش مستني يشعر، لان هو نفسه هيبقى شريك في عمليه التنميه والاستثمار في بلده. يعني النقابة العامة للأطباء خاطبت الحكومة ومجلس النواب بضرورة سرعة التدخل لإنهاء أزمة النقص الشديد للمحاليل الطبية بالمستشفيات، وقالت في خطابها أنها تلقت العديد من الشكاوى من مستشفيات حكومية خاصة مراكز غسيل كلوي بشأن العجز في الحصول على المحاليل الطبية والاضطرار للبحث عنها في السوق السوداء بأضعاف ثمنها، لكنها أيضا غير متوفرة. أستاذ مصباح، إذن الدولة تشهد أزمة كبيرة سواء في السلع الغذائية أو حتى على المستوى الخاص بالعلاجات والأجهزة الطبية، في رأيك هل هذه الأزمات يمكن أن تحل في القريب العاجل؟ في يعني في كلمة الأزمة فيها ثلاث حاجات. في أحيانا أسباب موضوعية زي مثلا أنه عدم وجود نقد أجنبي كافي، فبالتالي بيبقى في تباطؤ في عملية استيراد اللازم واستيراده في الوقت الصحيح. في الجزء الثاني له علاقة بأداء الحكومة، ساعات يبقى أداء سيء جدا أو بطيء أو يعني مش شامل جزئي إلى آخره، أو أنه بعض الأجهزة اللي قائمة على مراقبة الأسواق يعني كسيحة أو حتى فيها أطراف فاسدة وإلى آخره. الجزء الثالث هو الجشع اللي انتاب عدد هائل جدا من التجار في مصر، وانا رايي ان في رغبه عند تجار كتير ان ينتقبوا من الدوله التي قررت ان يبقى في قانون قيمه مضافه. مش هم زعلانين عشان في ضريبه، ولانهم مش هم اللي هيدفعوها، لكن هذا القانون بينص على
وجوب ان كل تاجر يقدم فاتوره للمشتري السلعه او الخدمه، وبالتالي تقديم هذا الفواتير هيجبرهم على انه يبقى عندهم حسابات واضحه هتسمع في ضرائب الدخل، فنبدا شويه يدفعوا ما يجب انهم كانوا يدفعوه من عشرات السنين، فبيشنوا حرب واضحه جدا على الدوله وعلى المجتمع معا. وانا بقول انه لن يحل ذلك الدوله وحدها، ولا بد من مشاركه حقيقيه بدل ما نقعد نندب ونصوت ونعيط من الازمات، لازم نبقى شركاء جادين كمجتمع وكمستهلكين في العمليات المراقبه وفي تنظيم الحصول على السلع. ساعات مثلا بتوع السكر يعني يتصور انه ازمه السكر دي مستمره للابد، يبقى عنده مثلا 5 6 كيلو في البيت متخيل انه لا لازم يبقوا 100 لان انا مش عارف ومش ضامن، وبالتالي تتفاقم الازمه يعني. رحل عن عالمنا الشاعر فاروق شوشة عن عمر يناهد 80 عاما، وشيعت الجنازة بمسقط رأسه بمحافظة دمياط عقب صلاة الجمعة. وعمل شوشة بالإذاعة والتلفزيون كمقدم برامج عن اللغة والشعر بعنوان لغتنا الجميلة وأمسية ثقافية، واشتغل الراحل عضوا في عدة لجان تحكيم عن الشعر والأدب، وفاز بجائزة الدولة التقديرية، كما ترأس لجنة النصوص بالإذاعة وجمعية المؤلفين والملحنين، فيما شارك في عدة مهرجانات دولية عن الشعر والأدب. مشاهدينا فاصل قصير ونواصل من بعده نشرة مصر اليوم من القاهرة والناس. عودة نشرة مصر اليوم من القاهرة والناس. وإلى الشأن الخارجي، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقر اتفاقية مع الحكومة السورية تسمح لروسيا باستخدام قاعدة حمامم الجوية لأجل غير مسمى، فيما اجتمع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع كبار مستشاريه للسياسة الخارجية لبحث خيارات عسكرية في سوريا. وفي نفس السياق قال الرئيس السوري بشار الأسد أن استعادة السيطرة على حلب من المعارضة ستكون نقطة انطلاق للجيش السوري لإجبار الإرهابيين للعودة إلى تركيا. أستاذ مصباح، من وجهة نظرك هل هذه الاتفاقية قد تؤثر بشكل أو بآخر على المباحثات القادمة في لوزان في سويسرا ما بين الجانب الأمريكي والجانب الروسي؟ غدا يعني السبت المفروض. يعني أنا ظني أنه إحنا عدنا بالضبط إلى جون فوستر دالاس وسياسة حافة الهوية، كل طرف من الأمريكان والروس بيوصل الموضوع إلى قرب الحافة باتنين ملي كده، حد بيقول تهديد عسكري فالتاني يقول لك طب أنا بحرك يعني صواريخ نووية، واحد تاني بيقول لك بعلن حالة استعداد في المكان الفلاني، واحد بيقول لك أنا حطيت S-300 وS-400. من الواضح طبعا أن إحنا قريبين قوي من مرحلة حسم الصراع زي ما قلت حول أخطر مدينتين في الصراع الإقليمي الموجود في المنطقة حاليا، وهما حلب والموصل وضمن إطار نينوى اللي هي فيها أكبر بترول في شمال العراق. لكن في ظني أنه في الآخر سيجد الفريقين الأمريكي والروسي طريقة ما لإطالة أمد الصراع وليس حله، أنا لا أعتقد أنه في حل وشيك. لكن في كل الحالات الحقيقه الحوار اللي حضرتك اشرت اليه واللي ادلى به الاسد النهارده، انا بتمنى اي اخواني يعني لو كان بقي معه ذره من عقل او ضمير يقراه عشان يعرف ايه السبب الحقيقي للصراعات في المنطقه. يعني قطر مثلا ولا حتى السعوديه لا هم يعني ميتين قوي في الحرب من اجل الديمقراطيه مثلا في سوريا، ولا يعني ايه يعزز عليهم قوي ان يبقى في استبداد في سوريا، لكن في مصالح هي واضحه جدا الحقيقه اكتر. حتى الرئيس الاسد قال انه السعوديين طلبوا منه انك ابعد عن ايران من غير اي سبب كده وخد كل حاجه، وهو قال لهم قولوا لي سبب يعني ايه، بغض النظر انا حتى لا اوافق ابدا ان يبقى ايران لها نفوذ في الدول العربيه، لكن هو قال كده. فيما يتعلق بقطر اوضح انه في رغبه لدى دول اوروبيه مع تركيا مع الامريكان انه يتمد خطين للانابيب، واحد من ايران الى العراق الى شمال سوريا الى تركيا ويطلع على اوروبا، وواحد اخر من دول الخليج الى سوريا الى البحر المتوسط، الى اطراف مختلفه. مش عايزه سوريا تبقى هب او مركز لنقل الغاز والبترول، وبالتالي كل واحد عايز ياخد حته بما في ذلك قطر من هذه الكعكه، او يحول دون ان حد تاني ياخدها يعني. فاقصد اقول في سبب له علاقه بمصالح، لا ليه علاقه بقى بانه ديمقراطيه ولا ان الاسد مستبد الى اخره. في كل الحالات دعونا ننتظر ماذا يحدث في سويسرا غدا، بس المؤسف ان مصر مش مدعوه، والاخ كيري بيقول احنا دعينا الاطراف اللي لها تاثير ميداني، يعني قطر مدعوه وبلد زي مصر بتقوله في المنطقه مش موجود.
الحكومة الفلسطينية رحبت بقرار اليونسكو حول اعتبار المسجد الأقصى وكامل الحرم الشريف موقعا إسلاميا مقدسا ومخصصا للعبادة. على جانب آخر، ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة تبني اليونسكو المشروع الفلسطيني الأردني، معتبرا أنه إنكار للعلاقة بين الشعب اليهودي والحرم القدس الشريف. أستاذ مصباح، برأيك أن هذا القرار سيلزم الجانب الإسرائيلي بشأن الانتهاكات المتكررة خاصة مؤخرا بشأن المسجد الأقصى؟ هو مالوش علاقة أو بالانتهاكات الإسرائيلية طبعا، يعني مهما طلعت قرارات من الأمم المتحدة من مجلس الأمن كله بتضرب بيه عرض الحائط، لدرجة أنا مش مصور أن الحائط ما عادش موجود يعني الحقيقة من كتر الضرب اللي فيه. لكن اللي هو مكسب يعني خطوة جيدة جدا على الطريق أنه يبقى فيه قدر من لم الشمل العربي في اتجاه واحد. طول عمرنا في ال 10 15 سنة تشتتنا، وش نودي ناس افغانستان، وش نحارب ايه ضد ايه، وش نكسر في سوريا او نكسر في اليمن. بقى في قدر من الالتفاف العربي حوالين هدف واحد، ونجحت الدول العربية الحقيقة بقيادة يعني طبعا بمساندة المشروع الفلسطيني والأردني بانه اليونسكو توافق، رغم انه في عدد كبير من الدول امتنع. انا يؤسفني ان فرنسا بعد ما كانت في التصويت الاولاني موافقه تراجعت عن القرار. القرار بمنتهى البساطه بيقول ان مدينه القدس ملهاش علاقه بالديانه اليهوديه، لكنها هي مدينه لكل الاديان، مش ممنوع على اي حد انه يحج اليها يروح يزورها من اي دين كان. وهي يعني لكن القرار اثار سائره الاسرائيليين، وظني انهم لن ييأسوا. زي ما كنا نجحنا قبل كده كدول عربيه ودول عالم ثالث في انه الصهيونيه تبقى حركه عنصريه، هذا القرار رجعت عنه الجمعيه العامه المتحده تحت ضغوط اللوبي الاسرائيلي الصهيوني وشركائه بعمل مستمر عمله. وانا اظن انهم هيحاولوا مره اخرى كسر هذا القرار، فعلينا ان نتيقظ. بعث 22 عضوا في الكونغرس الأمريكي برسالة إلى الرئيس باراك أوباما يطالبون فيها بالتخلي عن خيار الضربة النووية الاستباقية، مؤكدين أن ذلك سيؤدي إلى توسيع النطاق للضربات النووية ومقتل آلاف المدنيين. وفي سياق آخر، اشتكى أوباما من ضعف البصر والسمع لديه بسبب تقدمه في السن، وذلك بعد عدم تمكنه من فهم تصريحات امرأة احتجت ضد سياسته. أستاذ مصباح، هل نحن حقا ندخل على حرب عالمية ثالثة؟ الأول بس هو حتة ضعف السمع والبيادية، هو الراجل العامل فيها ذوق، هي كلامها ما كانش واضح، كانت بتحتاج على حاجات لها علاقة بالبيئة وكذا، يعني مش حاجة كبيرة قوي، فيعني إيه كلامها مش واضح، فعمل إن هو تأدبا ما سمعش وإنه معلش أنا كبرت في السن، طبعا دي خباثة يعني. وبعدين قال لها بيكتبي لي اللي أنت عايزاه عشان الكلام مش واضح قوي. فلكن القصة الأساسية إن أنا بظن انه اوباما بيمهد الارض ليه. احنا اعتدنا دايما كل رئيس امريكي يختم مدته بشويه يعني ايه هلضمه عسكريه، يلوش هنا ويلوش هنا عشان يعني ايه يبقى الختام ده يديله فرصه انه يشتغل بعد كده بقى يبيع المذكرات ويعمل ويتعاقد، او هو جاي برضه عشان يبين ان هو يعني يذبح القطه للعالم كله يضرب له بقى ايه مكانين ثلاثه. فظني انه اللي بيعمله اوباما هو جزء من ذلك، وبيعمله في حتت مختلفه زي ما بيحاول في اليمن ايضا. والواحد متفاجئ النهارده ان بريطانيا في ذكرى تحرير اليمن من الاستعمار البريطاني قال مقدمة النهاردة اقتراح بهدنة في اليمن. أنا كل ريبة في هذا الاقتراح، وبالتأكيد تم بالتنسيق مع الأمريكان. لكن حرب عالمية ثالثة المخاطر أعلى بكثير مما يتصور أي حد، والأطراف الاثنين من حسن الحظ شوية أن لديهم في 20 نائب من الكونجرس بعتوا لأوباما يطلبوا منه تغيير ما يسمى بالعقيدة الاستباقية في الضرب النووية، أنه ده لا يجب أن تكون هكذا السياسة الأمريكية. لكن ظني أن الاثنين عارفين كويس جدا أن هذا يعني دمار لا يحتمله أي حد. وزير العدل التركي رجح إجراء استفتاء على نظام الرئاسة التركي الجديد، وأشار إلى أن الاقتراح الحكومي المتعلق بالنظام الرئاسي سيبقي البرلمان على شكله الحالي، فيما وسع نظام الرئيس التركي حملته ضد معارضيه، وأمر باعتقال 189 قاضيا ونائبا يشتبه انتمائهم للمعارض فتح الله جولن. من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية إن 3 جنود أتراك قتلوا وأصيب آخرون في انفجار 3 قنابل بجنوب شرق تركيا. كشف حادث وقع الأسبوع الماضي شمال العراق انفجرت فيه طائرة صغيرة من دون طيار أسفرت عن مقتل 2 من البشمركة، وأصابت 2 من القوات الفرنسية الخاصة. عن ابتكار جديد في الحرب الحديثة والاحتمالات المخيفة لانتشار استخدام هذا النوع من الطائرات، يذكر أن الولايات المتحدة كانت أول من شنت ذلك النوع من الطائرات دون طيار عام 2001.
هاجم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين السعودية والتحالف الذي تقوده لدعم الشرعية في اليمن في كلمتين منفصلتين بمناسبة الذكرى 53 لثورة 14 من أكتوبر، قائلا إنما يجب أن يتم التأكيد عليها على أن الدم اليمني الحر لا يسقط وأن شعبنا حتما سيقتص لنفسه وسيأخذ بثأره عاجلا أم آجلا. استاذ مصباح، يعني استكمالا لكلام حضرتك منذ قليل، يعني الحوثيون وصالح يهددان السعودية على إثر طرد اليمن للاستعمار البريطاني في تلك الذكرى، يعني ما قراءتك لتلك الرسائل؟ هو فقط الحقيقة ما بيخاطبش السعودية، احنا زي شفنا انه في مدمرة امريكية اتقال اطلق عليها ضربات من الحوثيين والامريكان اطلقوا صواريخ على مواقع مهمة جدا للحوثيين، فالحوثيين قالوا يا جماعة والمتحدثين باسم صالح انه مش صحيح ان احنا ضربنا وانه ده محاولة، يعني الامريكان بيفتعلوا واقع عشان يعملوا تواجد زي ما قلت في اليمن، وده شيء فعلا خطير وانا مصدق الحوثيين الحقيقه، لان انا بعتقد انهم يعني بغض النظر عن اي خلاف معهم اكثر صدقا بكثير من اطراف مختلفه في اللعب السياسي يعني، لكن انا بعتقد انه لا أنا يعني المره برضه المليون الواحد بيناشد اللي هو بيترحم اولا على سعود الفيصل رحم الله وزير الخارجيه السعودي السابق، كان هناك قدر من الحكمة والذكاء وبعد النظر في السياسة السعودية. الحقيقة أصبحنا في العام الأخير نفتقده بشدة، والواحد بيشوف حركات كده عشوائية يعني أعمال عشوائية في السياسة السعودية غريبة على مطبخ تقيل قوي مخابراتيا ودبلوماسيا في بلد زي السعودية. كل القصة في اليمن لما جه اغتيل محاولة اغتيال علي عبد الله صالح عولك في المملكة العربية السعودية، وكان طول الوقت يعني مدعوم من المملكة العربية، فجأة السعوديين قرروا انهم القصة مش مسألة ان ايران بتحاول تبقى لها نفوذ، ده كلنا ضده وكان ممكن ببساطة جدا السيطرة عليه، ان السعودية عايزة الاخوان المسلمين يبقوا يحكموا اليمن مرة أخرى ويبقوا موجودين في ليبيا، وبتتصور انه ده ويبقى لهم يبقوا طرف برضه في المعادلة السياسية في سوريا، وانه ده لمصلحتها، وقلنا يا جماعة قرصتوا منهم 100 مرة قبل كده، وبالتالي انا امل ان السياسه السعوديه تعيد النظر في توجهاتها الاستراتيجيه، لان احنا يهمنا سلامه السعوديه زي سلامه اي بلد عربي اخر وسلامه علاقتها مع كل الاطراف الدوليه والاقليميه. شركة سامسونج أعلنت أنها لن تقوم بإصلاح أو إعادة تصنيع أو بيع أي من هواتف جالكسي نوت 7 التي قامت بسحبها مؤخرا من الأسواق على خلفية احتراق العديد منها حول العالم. وأكدت الشركة أنها تنوي تحويل 2.5 مليون جهاز قامت بإنتاجها إلى خردة على أن تتخلص منها بشكل آمن. ذكرت صحيفة صينية أن امرأة هاجمها نمر عقب خروجها من سيارتها بحديقة للحياة البرية ببكين، فيما ستقاضي المرأة إدارة الحديقة بسبب عدم اطلاعها على المخاطر المحتملة بالكامل، وأنها نزلت من السيارة عقب شعورها بالغثيان، فيما قتل نمر آخر أم المرأة حين هرعت لنجدة ابنتها التي كان يجرها النمر بعيدا. فاصل قصير ونواصل من بعده نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. عودة مرة أخرى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. أثار قرار الغرف السياحية مؤخرا بمقاطعة رحلات العمرة لمدة عام لدعم الاقتصاد المصري جدلا واسعا، سواء على مستوى الشارع المصري أو على مواقع التواصل الاجتماعي. ولمعرفة رأي البعض حول تلك الدعوة نتابع التقرير التالي للزميلين عمر الساهر ومحمد العزالي. الموضوع ده طبعا ما ينفعش، يعني ده حاجه الواحد بيروح يعمل عمره او حج لله مش لدوله ولا اي حاجه. انا موافق على موقف غرفه السياحه، لان المفروض ان احنا يبقى لنا راي ويبقى لنا كيان، مش اي حد يعمل فينا اي حاجه احنا نوافق عليها اصلا. السعوديه مش هتمسكنا من ايدينا اللي بتوجعنا عشان العمره، الواحد يكفيه عمره واحده اصلا على مدار العمر كله او حجه واحده على مدار العمر كله. لازم يروح عمره كل يوم ولا كل سنه ولا كل شهر. انا ضد حاجه زي كده، لاني ما افضلش ان يبقى في خلط ما بين موقف السياسي واي شيء ديني. طبعا العمره بتدخل دخل للسعوديه، دخل اقتصادي ومادي، وده هيبقى وسيله ضغط، لكن يمكن نوع من انواع ما اعرفش، يمكن ده مثاليه شويه ان انا اقول ان السياسه فيها كل حاجه، لكن المفروض ما يبقاش كده. يا ريت يا رب ينفذوا الناس كلها تعمل كده وتوقف وتعمل لمده سنه، طبعا التانيين هيتراجعوا في قرارهم. يبقى تراجعوا في القرار. عامة ده قرار غلط. بتيجي على المواطن اللي هو الفقير،
ممكن اللي هو ما اللي هو قادر هيطلع، اما اللي هو محدود الدخل هيجيب منين؟ ما هو برضه عاوز يقضي فريضه ربنا. انا شايفه انه ملوش اي علاقه، يفصلوا بين الشعائر الدينيه للناس يهود مسلمين مسيحيين، ويفصلوا بين القرارات السياسيه بس، بمنتهى البساطه يعني. لازم نقدم الناس بتاعتنا عمره او حج او اي شيء، ملوش دعوه السياسه حاجه والدين حاجه ثانيه. ما نخلفش الدين بالسياسه. انا مش موافق على ده الصراحه، لان دي حاجات دينيه وحاجات مش مالهاش علاقه بالدول يعني. بس مش موافق على الموضوع يعني. والان موعدنا مع مقال اليوم من المصري اليوم. عنوان عيب والله العظيم، يكتب مجدي الجلاد في عدد غد من المصري اليوم منتقدا ما سماه الموجة الحمقاء لزرع بذور الفتنة بين الشعبين المصري والسعودي، مطالبا الشعبين السعودي والمصري بعدم الانسياق وراء المنافقين والجهلة عبر بعض وسائل الإعلام الذين يهاجمون السعودية بعد أن كانوا منذ شهور قليلة يدافعون عن أحقيتها في ملكية الجزيرتان تيران وصنافير، مؤكدا أن الروابط بين الشعبين أكبر بكثير من خلاف في مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة. أستاذ مصباح، يعني برأيك هل الإعلام يتحمل نتيجة الاحتقان الذين نراها الآن في الشارع المصري أو في وسائل الإعلام؟ أنا بس يمكن يا موافق من ناحية الاتجاه اللي خده الأستاذ مجدي في المقال، لازم فعلا يبقى فيه قدر من الحكمة والشعوب المسؤولية لما نختلف ولا نتفق مع أي بلد، ناهيك عن أنه يبقى المملكة العربية السعودية اللي فيها مثل هذا العدد من المصريين اللي هناك واللي بينا علاقات استراتيجية مهمة، يعني ما هياش مش ببساطة كده تتنسب بشوية كلام يعني. لكن مختلف معاه بس شوية في الرابط ده بأنه اللي كانوا قالوا تيران وصنافير كذا كذا، بصراحة الموضوع أوسع بكتير من الحكاية دي. فيما يتعلق بالإعلام ودوره، أنا شايف إن إحنا ناقصنا كتير قوي بجد على ما نعمل إعلان يعني في عمق في التناول وفي امانه وفي نزاهه في معالجه الامور وفي احساس عالي بالمسؤوليه عن وطن وعن شعب وعن مجتمع وعن ناس فقيره وعن امه عربيه، يعني لسه مسافه طويله. وعشان كده كلنا بنستغرب استمرار هذا التجاهل الغريب لاصدار منظومه القوانين اللي نص عليها الدستور عشان تنظم صناعه الاعلام في مصر وتخليه اكثر تقدما واكثر انضباطا واكثر رقيا واكثر شعورا يعني بالمسؤوليه المهنيه والمسؤوليه العامه. الى فاصل قصير ونواصل من بعده نشرة المصري اليوم من القاهره والناس. عودة مرة أخرى إلى نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. أما الآن نتعرف على أسعار الذهب. جرام عيار 24 623 جنيه، جرام عيار 21 545 جنيه، جرام عيار 18 467 جنيه، جرام عيار 14 363 جنيه. سعر جنيه الذهب 4360 جنيه. والآن نتعرف على حالة الطقس. القاهرة 31-21، الإسكندرية 37-21، شرم الشيخ 33-28، الغردقة 33-23، الأقصر 38-20، أما عن أسوان فالعظمى 40 والصغرى 22. وبكده نكون وصلنا لنهاية أخبارنا النهاردة. بشكرك سارة. شكرا أمل. شكرا أستاذ مصباح. شكرا. والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا، تلتقون غدا وأخبار جديدة فقط من نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس. دمتم في أمان الله.